سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم احبائي ومشاهدي قناتي بفريكونسيز. اتمنى احبائي ان تكونوا بخير وبصحه وعافيه. صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. احبائي، ساقدم لكم ترددات قنوات مهمه في ظل التغيرات الجديده، عوده قنوات مهمه على النايلسات. تفضلوا احبائي بدون اطاله. إذن من القائمة الرئيسية منيو نختار تركيب، ثم قائمة تي بي، ثم نضيف التردد 11.095، معدل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي H. هذا التردد أحبائي عادت عليه عروض المصارعة الجديدة، عروض المصارعة المهمة، قناة الأبطال. نستمر أيضا في تقديم القنوات التي عادت للعمل. التردد 11.3373، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H، عودة قناة ليبيا الاقتصادية. سألتم كثيرا في الصفحة عن القناة، هذا تردد قناة ليبيا الاقتصادية. أيضا أحبائي، عودة قناة مهمة جدا، قناة رائعة، على التردد 10.8.15، معدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي H، عودة قناة العتاولة حكايات على هذا التردد، وتبث مسلسلات رائعة جدا. أيضا أحبائي، التردد 11.657، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V، عادت عليها قناة تونسية، التاسعة التونسية ضمن الباقة التونسية. هذا ما لدي اليوم أحبائي، أتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة على قناتي وعلى جميع قنوات النايلسات. أرجو أن أكون ضيفة خفيفة الظل عليكم، أرجو أن أفيدكم ولو بالقليل. شكرا للثقة التي وضعتموها في. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام.